السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا بالنوم يا بهيم. صباح الخير سيدي. صباح الخير. انا قلت لك تو اش وصيتك البارح؟ مش قلت لك تمشي للراجل قبل الفجر الاول؟ تمشي له ديما راقد ما تشبعش من النوم. تقعد اوقف. ما تخافش انا هزوك للطبيب. الطفلة وينها؟ نهار الشوام يا خويا. زينة ما هياش. وانتي شتعملي هنا؟ قلت لك زينة ما لقيتهاش. اش يهمك في زينة؟ ألهي بالناس قبل. البير بينزحوه. كيف بينزحوه؟ ومنو اللي يقدر يمس قطرة وانا يا غايبة؟ وتدري عليهم انت يا رقية؟ كيف ندري عليهم؟ ما عملوهاش قبل. زايد زايد ما تتربيش. قلتلك قلت لك ما هادش تصبحي وتقعدي تشخري للضعاف. نوضي قبل الناس وما تخلي حد ياخذ قطرة وانتي غايبة. الله غالب. البارح اللي الكل نعس على الطفلة هي اخذتني عيني وهك علاش تصبحت. ما قلت ليش الطفلة وينها؟ وش يهمك من الطفلة؟ ألهي بالبير. ألهي بالبير ونوضي قبل الناس. تحركي تحركي. انت ما يهمك في شيء. كيف مهم؟ تحركي واختيني من كلامك الفارغ. باهي هاني ماشيه. سامحني يا مصباح يا اخي. علاش جبتك ونسينا زينه؟ ما نسيتهاش. عمره الواحد ما يقد ينتظناه، لكن اللازم لازم وعليه ابجل، واللي مقدر ربي يصير. We'll be right back.
خير؟ خير. انت ولد من؟ ولد عبد الرحيم. مرات اخو علي؟ نعم. عمك مصباح هنا؟ لا. ما فما حد هنا؟ لا. ما فما حد؟ خلاص خلاص. ما فما حد. لباس ما؟ لا لا لباس. اما انا جيت في بالي يا حاجتي بسي مصباح. كان تبغى توصي حاجه نقولها. لا لا مش وصايه. حبيت نقابله هو شخصيا. ايش اسمك انت؟ محمد. محمد؟ ناديلي باباك ولا علي؟ حتى باباي وعلي خويا مش هنا. مش هنا؟ وين عندهم مشوا؟ مشوا للسوق. مشوا للسوق يجيبوا في قضية. تعرف محمد انت يظهر فيك ما عينكش باش تمشي على ساقيك حتى للحوش. نوصلك بالطنوبيل؟ ما كذبش عليك قلت لكم مشوا للسوق. امتى مشوا للسوق وانا شفتهم امس في الفجر الرمل؟ مشوا اليوم الصبح. باباك وعلي؟ اي باباي وعلي. اش عملت؟ شنو اش عملت؟ كل شيء على احسن ما يرام ومشيت معاهم حتى فجر رمل ودورت من تاني. توا راه وصل. باهي يا سر. اللي علينا عملناه والباقي على الله. كيف؟ تاني مانيش فاهم حتى شنو. لكننا ما قد نقول لك حتى شيء على خاطر ما نجم ونعرفه الا حسب الظاهر، والظاهر هو كونه شويه لفراغ من الدم. اما الحمد لله جبتوه في الوقت. اما ثم الغيبوبه هذه اللي هو فيها لن نجم نقول لك الطول ولا ما تطولش، هذه مربوطه بالاله بتاع التصفيره. ما عندناش هوني بالمستوصف، ثم كان في العاصمه. وين الرعشه هذه؟ منيش؟ لا الرعشه هذيك من نقص متاع الدم. هذا انت ما شاء الله ماكش صغير ما يخفاكش. العمار بيد الله. تي ربي خلق الدواء والدواء يا سي. لا يا سي عبد الرحيم، المساله هذه ماهيش متاع الدواء. المساله هذه مربوطه بالجمجمه. والجمجمه نقولوا ان شاء الله لباس. اما نقول لك ونزيد ونقول لك اللي ما نجمو نعرفوا حتى شيء الا ما نشوفوا التصوير. نقدوا نهزوه للعاصمه ولا لا؟ هتقد اذا تعمل اجره متاع السياره وما لازمها، والفيلم اللي يمشي معايا تلاها بيه في الثنيه والله احسن ليه. ولكن لان في المستشفى هنية ما عندنا حتى شيء. طيب هذا كلام ما يخلي ولدي يموت وانا نتفرج الليله بحول الله من بيتنا في العاصمه. ان شاء الله ان شاء الله. اسمع اخوي انت من هنا ما تتحركش. نوصل الحوش نحضر روحي ونهني على الاولاد. الكنيسه هن بيخليهولك وتو نكري طوموبيل من السوق. ما نوصيكش، رد لي بالك على العائله وما تخليهمش يستحقوا حتى في حاجه. اتهنى يا اخوي اتهنى. يا اولادي اتقوا الله، يهديكم ربي نظموا رواحكم. اللي عبي سطله ولا جارته ما يعودش، كل حد ودوره. رقية رقية. نعم. حطي حطي جاوي في الكانون. نشم في ريحة اللحم. يا بركة سيدي الروي الرويان. يا بركة سيدي الرويان. يا بركة الله 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 الله. عجايب عجايب. اليوم مدة ما زارك منهم حد، لا بخور لا جاوي، حتى الشماع الرخيص ما جابوه وتبغيهم ياكلوا اللحم. الله 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 الله. يا بركة سيدي الرويان. يا بركة سيدي الرويان. الخير جاكم الخير جاكم الخير جاكم الخير جاكم الخير جاكم الخير جاكم. الليلة 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 تاكلوا اللحم لين يظهر من خشومكم.
زاغرتوا على سيدي الرويان. الليلة الحضرة، الليلة الزردة، والعاقب عاقب، والمحروم محروم. يا بركة. يا سيدي الشيخ، يا سيدي الشيخ، برشا ناس جايين وجايبين معهم رجل مريض، ومعهم جايبين عتروس وعدة. ما لا نلعب وحني. هيا شان لعب. خلوا الزيار يلقوا راحتهم. هاي بره من هنا. هاي عبد القادر، هبطوهم الكريتة، عاونها. اش بيه هو؟ يا سويدي سمعنا بيك وسمعنا بركة سيدي الرويان، قال على بركة عظيمة. عاد هاني جبت راجلي، راجلي المسكين هاك تشوفه هالحالة، ملوح كيف الخيط، تو أكثر من شهر لا يسمع لا يتكلم ولا يقد يوقف على رجليه. ملوح رينا في التركينة. عاد سويدي جيناك مستعقدين وجبنا هالبرش نلويناها صدقة باغ على كتاف سيدي الرويان. ما تخافيش ما تخافيش، الليلة ينذبح البرشني ويذوقوا منه السكان فجر الرمل الكل، ونديروا الحضرة والزردة، وبحول الله يقوم يجري على رجليه. وقولي يا بركة سيدي الرويان. يا بركة سيدي الرويان. خير هني؟ ما هو لباس؟ بالله يا اشتبغيني نقولك، من الصبح لتو واني قاعدة ندور من بقعة لبقعة. اسكت يا وشيخ جاي يا ستار. شاي لله بسيدي الرويان. اشنو هنية زايرة سيدي الرويان؟ والله سويدي ماكش زايرة، هذا شيء معروف. انتي أولادك وراجلك ما تزوروش. القمح يدور يدور ويرجع القلب الرحى، ما عنده وين يهرب. ومصباح شبيه مصباح شي هنية، سيدي الرويان ما بغاش يرضى عليه، مش باغي المصايب تخطاه. سويدي مصباح مساكين زوالي، راسه راسك البنية، لا عنده لا والي لا تالي، كان وجه ربي. لي وليها ربي يا فاطمة، لي وليها ربي. مازال بيعاني، هو تو مش مرتاح، وما هواش بيرتاح. سويدي يزيم المصايب. خطيني هنية خطيني. سيدي الرويان شايل لنا. سيدي الرويان، سيدي الرويان غضبان يا هنية، غضبان من يوم اللي ماتت زازية. مصباح ما زراش، ومن يوم ما ماتت زازية مصباح ركب براسه، واللي يركب راسه سيدي الرويان يوطيهوله. شوف يا هنية، هو تو عزيه يقبل العزيه، لكن بينه وبين الليلة فرج. الليلة الحضرة، الليلة الزيارة، والعاقب عاقب. كان جي ممكن يرضيه، وممكن يمسح الأول والتالي، ولا ضاعت عليه الفرصة ويضيع حتى هو في روحه. أسويدي أسويدي، أش قعد للمساكين؟ كان زينة وشوهات. شوهات. الشوهات الشوهات يا فاطمة، وسخ دار الدنيا حق ومخلوفة.
أما الظني مفقود وما يرداش مال الدنيا. زينة؟ اللي غضب سيدي الراويان ما يلوم إلا نفسه. الليلة الحضرة، الليلة الزيارة، والعاقب عاقب. سويدي نزورو هسويدي نزورو العائلة الكل، وحتى مصباح بيجي ويحضر معانا الحضرة. هسويدي نزورو نتمرغو في ترابه. الشاي لله بسيدي الراويان، الشاي لله بسيدي الراويان. ما عنديش حل آخر، لكن الراجل بيموت. اللي نقدر عليه باش نعمل عملته. الراجل يرعش زي الطير المذبوح. يا ولدي هذاك من نقص متاع الدم، مو ضيع برشا دم، هو توا يهدى ويريد. اما انت من فضلك ما عادش تدخل هنا، استنى سي عبد الرحيم من برا. ايوا، وما ثماش فايده باش تدور لي خواطري. اللي ثم عملناه والبقيه على الله. عندك الحق، ما يحس الجمره كان يعفس عليها. علي عندي اغلى من الولد، تراه اتربى ما بين يدي. لكن يا سي مصباح، موش معقول قاعد تضيع فيا في خدمتي. انت تجيني تجري تقول لي الراجل بيموت، انا نمشي نلقى في نفس الحال. شبيه سلف الدم تاع علي مش مكتوب على الدبوزه. يا سي محمود ما يهمش، راهو حاله المريض هي اللي مهمه، خطيره ياسر حالته، ما لبينا ما يدخلوا حتى حد. هي ما قلتليش على صنف الدم نتاعو. ايجابي ايجابي. خساره ساعنا با سلبي. الله غالب يا سي محمود، الله غالب الله غالب. بالله متخبي عليا، علي حالته كيفاش؟ يا سي محمود شو بنقول لك؟ بصراحه حالته ما يبوس منها. اما ابوه باش يهزو تونس يداويه. تونس حكم الحقوق باش يهز تونس، على خاطر هنا ما ينجموا نعملوا حتى شيء، هو والحظ. لكن في حالته كرهبه مسافه حتى للعاصمه ياسر بعيده، عاد الاعمار بيد الله. وليدي حليلي حليلي على وليدي، حطي ربي في بالك يسلم اختي. يا اختي راهو تخطف خطفات. العمر راهو بيد ربي، والمرض هذا ما يقتلش. ادعي له بالشفاء. لاباس اهلي لاباس، اقري الخير يا امراه. شنو وليدي؟ يا ربي وليدي نمشي معاك. شوف وليدي نمشي معاك يا عبد الرحيم. لا حول ولا قوه الا بالله يا بنتي. لاباس خليت على سي مصباح. كيف لاباس وتهزل تونس؟ كيف شنو كيف؟ نخليه في سبيطار ما فيه حتى شيء، ما هو يزمه يتعالج. يا عبد الرحيم يحيشك تمشي لولادي، يرحم والديك يجعل منك، نبغي نشوفه وهز الله يوهجك خير. تو هذا معقول؟ معقول ونص يا سي عبد الرحيم، خليها تمشي تجمح ولادها. اسمع سي عبد الرحيم، خليها تمشي معك تشوف ولده وتهنى. باهي يا سي باهي. ما لهز محمد معاك يا شبه اخوه، وبعدها روحوا معاه مصباح، هاني وصيت على كل شيء. هاي وليدي يا وليدي. ها
هاي ها وحق ثلاثة قلال وهذه يقول لي العشية ما تنساش. الله يا جماعة شاي حير تقول عليه خدت عيه يمشي على التراب ما يغيرهاش. شنو زعما مضروب؟ كل واحد شي يقول وعلى كلام بابا شوي لفرغ من الدم ويمكن ياسر طايح كيما هيك تجي مع بعضها. هي قال لك عليه بين الحياة والموت ومصباح مسكين انتكب في عشيرة عمره وقعد راسها راس الطفلة. الطفلة يا جماعة حسب ما سمعت أرضه كانت لها بلع يا لطيف وزيد المي في بير سيدي رويان كل يوم في النقص تشني كيفاش الرمل بيخلى يا جماعة. طبقوا الكلام الصحيح الشيخ الزاوية عنده حق. كيف؟ أشني كيف؟ لا عاد زيارة ولا حضاري بعدنا على الولي وركبنا روسنا وقل خيرنا قلت بركة سيد الرويان. اسمعوا يا جماعة أخطاكم الكلام اللي ما فيه حتى ثمرة واسمعوني الظروف تو مواتية ياسر وزيارة شيخ سيد الرويان واتت. أشبحوا مليح الليلة الحضرة في الزاوية وسيد الرويان جو زيارة من بعيد وجابوا معاهم مريض مشلول وجابوا معاهم يا مرحوم الوالدين عطروس وعدة بالله. الليلة الحم والكسكسي بيظهر من خشوم الزيارة عطروس كامل صدقة علي اليمين يا جماعة علي اليمين يا عندي أكثر من شهر اللحم ما طابلي من الماكلة. بركة سيد الرويان ديما ترعى في فجر رمل شيء الله ولا الله ومازال شيخ نصيته عالي يضرب به المثل من شرقها لمغربها. صحيح عاد ما ثماش فرصة خير من هذه تزوروا الناس الليلة الشيخ وتحضروا الحضرة ونقروا الفاتحة وبحول الله يرضى سيدي الرويان على فجر الرمل وما يكون كان الخير. يا سيدي نزوروا نزوروا وبركة الشيخ تحضر ولازم بحول الله يتبدل الفلم. هاو هاو عبد القادر أجاي بيقول لكم على صدقة والحضرة. يا أهلي يا أهلي يا أهلي تربي يا أهلي تربي يا أهلي تربي يا أهلي. هني على روحك وليدي يا عبد الرحيم وليدي صلي على النبي. اسمع يا حمور ديك اللي صار صار طول والحي يروح وانت هني على روحك وانت محمد سلم ولدي كون راجل هني على امك ورد بالك مال الحوش والحصان والشيه وانت مصباح يا اخوي ما نوصيكش تهنى تهنى يا اخوي تهنى نهار صوب بنكلمكم بالتليفون ان شاء الله ان شاء الله هيا في لمان طول في وديعة ربي على وجهي يا ذرية اذهبوا العبوا من هنا بعيد وبعتلي تعالوا باش تتعشوا. انت ايش تديري هنا؟ تحركي فيس عجيبي قصه حضريها للدواره وبعت لي شديله خليه يصلخ وليه ليه العشاء هاول النساء ياسر يعاونوك. عبد القادر الجماعه اللي قلت لك عليهم الكل ناديتهم ما خليت حد الجماعه كل جايين. رد بالك راهي الزلقه بفلقه اتهنى ما عندك كان رجال. مصباح انا زينه ان شاء الله نلقوها بالحوش وكان ما لقيناهاش نوصلكم اللي باش نحوم عليها وربي يقدر الخير ان شاء الله نلقوها رو وبعد تالي ماذا بيا نزوروا سيد الرويان قالي له حضره كبيره والشيخ نادى للناس الكل. حضره شني ما زيش من الاحضار والكلام الفارغ ولا نسيته؟ ما نسيتش الزازي هاك عمرها واللي كان وسيد الرويان شيخنا وعلى بركه عظيمه الفايده في الحي علي ولادي بين الحياه والموت. ربي يشفيك. دعوه خير وديوان راسم ما هناش ما خير منها. عندها عندها ولدي عندها
الله صل عليه. بسم الله العظيم الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله. تريدوا يا سخيط الماكله بزيد واللي مش باعش نزيدوه ما كثر ربي كل كسكسي واللحم. هذا يقول الوسط مجال سيدي الرويان. يا سيدي الرويان يا سيدي الانس والجان خلص الانسان من بهادل الزمان وظلم الانسان للانسان.
حط البخور والجاوي في الكانون. صيح طير جنح الليل نحرقك بالنار الليل نحرقك بالنار حرام 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 بخالك العزيز الجبار حرام حرام تعرف ربي وتخالف يا كلب سمعني سمعني سويدي سمعني سامحك اش حل لك من ربي ها اش حل لك من ربي تستملك بيه المسكين بابا عيال وزوالي تقضي على حياته وتخليه رهينة في تركينة يا سيدي يا سيدي راهو ظالمني ظالمني ظالمك انت ظالم انت ظالم يا ظالم كيفاش ظالمك أدي داري أدي داري كيفاش كيفاش السترة اللي نسكو فيها توه ثلاثة قرون جو الزيار يبخرونه يعقدوا فيها الخيوط يسمع فيها السباح جا هو تخل تخل عليه فاس قلعها بعروقه يا سيدي يا سيدي ضربته دخلت فيه ما عزيش وين نسكن سكلت فيه والبادي بالبادي والبادي اظلم انت ظالم يا كلب انت ظالم انت ظالم من ملك ربي من ملك ربي الكل ما لقيت كان بنادم تسكن فيه اسمع كثر الكلام ما في حتى فايده الليله يا اما تخرج ولا نحرقك بالنار ونرجعك الرماد اخرج يا سيدي اخرج تخرج تخرج تعطيني الامان وتخلص الخطيه لا اخرج لا اخرج ونعطيك الامان يا سيدي نعطيك الامان واختيتك تعرفها ما نعرفهاش ما تعرفهاش اطلب اللي تحب نطلب اللي نحب اشهد عليه تستعقد في سيدك الرويان ولا ما تستعقدش جدنا يا سيدي بركتها معانا ودعوتها تخطانا ودعوتها تخطانا اشهدوا عليه زينة وينها رقي شاح وعقلي ضاع قلبت الدنيا وما لقيتهاش يا سيدي جاك الفرج جاك الفرج يا مصباح جاك الفرج يا مصباح جاك إن شاء الله هذه طريحة التوبة اسمع اسمع يا سيدي اسمع اسمع يا سيدي إذا بغيت تسلم من الحرقان وتخلص خطيتك زينب بنت مصباح ضايعة تجيبها جيبها جيبها حطوني على حصان وتبعوني ادلكم على بقعتها اشهدوا عليه
شعلوا الشمع. الناس كل الناس كل الناس كل الناس كل شعل 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 الشمع 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 الناس كل الناس كل شعل الناس كل شعل الشمع الناس كل شعل الشمع الناس كل تمشي ورا الحصان وهيو ركبوا المريض وامشوا ورا الحصان وهيو براش براش وصلنا ربي يستر كيف هنضرب زوقف وش باش نعمل بالسيف علينا هذا كلام الطفل بيموت وتوقف هدي روحك يا سي عبد الرحيم هدي روحك ديسوندي فاش يقول هذا قال لازم نهبطوا من الطوموبيل دي كيف نهبطوا قول الطفل مريض يخطر مسيو سيل فوبلي نو زافون ان مالاد دون ان ايتا تري غراف J'ai dit descendez de la voiture. Ma fille, je fais des jemas. Zayed, nous voyons le temps. Aïe, t'fadil, c'est Abdelrahim. Non, mais n'importe. Qui venait? Comme le dites. Je ne répète pas une autre fois. Descendez de la voiture vite ou je tire.